بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم بارك في علم شيخنا واغفر له وارفع قدره وزده يا رب سدادا وإحسانا وتوفيقا، اللهم آمين. قال الإمام الشيخ محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري رحمه الله في كتابه نيل المرام من آيات الأحكام، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الشيخ: أصل الصفا الحجر الأملس، وهو هنا علم لجبل من جبال مكة معروف، وكذلك المروة علم لجبل بمكة معروف، وأصلها في اللغة واحدة المروة، وهي الحجارة الصغار التي فيها لين، وقيل التي فيها صلابة، وقيل تعم الجميع، وقيل إنها الحجارة البيض البراقة، وقيل إنها الحجارة السود. والشعائر جمع شعيرة، وهي العلامة من أعلام مناسكه، والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاماً للناس من الموقف والمسعى والمنحر، ومنه إشعار الهدي أي إعلامه بغرز حديدة في سنامه. وحج البيت في اللغة قصده، وفي الشرع الإتيان بمناسك الحج التي شرعها الله سبحانه. والعمرة في اللغة الزيادة، وفي الشرع الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة. والجناح أصله الجنوح، وهو الميل، ومنه الجوانح لعوجاجها. ورفع الجناح يدل على عدم الوجوب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وحكى الزمخشري في الكشاف عن أبي حنيفة أنه يقول: إنه واجب وليس بركن، وعلى تاركه دم. وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين. ومما يقوي دلالة هذه الآية على الوجوب قوله تعالى في آخر الآية: ومن تطوع خيرا، إلى آخره. وذهب الجمهور إلى أن السعي واجب ونسك من جملة المناسك، وهو قول عبد الله بن عمر وجابر وعائشة، وبه قال الحسن، وإليه ذهب الشافعي ومالك، واختاره الشوكاني وهو الراجح. واستدلوا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة أن عروة قال لها: أرأيت أن قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت في الأنصار قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قالت عائشة: ثم قد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. وأخرج مسلم وغيره عنها أنها قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة ولا عمرته، لأن الله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وأخرج أحمد في مسنده والشافعي وابن سعد وابن المنذر وابن قانع والبيهقي عن حبيبة بنت أبي تجراه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعي. وهو في مسند أحمد من طريق شيخه عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عنها، ورواه من طريق أخرى عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن واصل مولى بن عيينة عن موسى بن عبيدة
عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها فذكرته، ويؤيد ذلك حديث خذوا عني مناسككم. ومن كتاب المناسك قال الشيخ الإمام أبو سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن: كتاب المناسك. قال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع. قال الشيخ رحمه الله: قلت: لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه، إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل، فأما نفس اللفظ فقد كان موهماً التكرار. ومن أجله عرض هذا السؤال، وذلك أن الحج في اللغة قصد فيه تكرار، ومن ذلك قول الشاعر: يحجون سب الزبرقان المزعفرا، يريد أنهم يقصدونه في أمورهم ويختلفون إليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى، إذ كان سيدا لهم ورئيسا فيهم. وقد استدلوا بهذا المعنى في إيجاب العمرة، وقالوا: إذا كان الحج قصدا فيه تكرار فإن معناه لا يتحقق إلا بوجوب العمرة، لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر. وفي الحديث دليل على أن المسلم إذا حج مرة ثم ارتد ثم أسلم أنه لا إعادة عليه للحج. وقد اختلف العلماء في الأمر الواحد من قبل الشارع هل يوجب التكرار أم لا، على وجهين. فقال بعضهم: نفس الأمر يوجب التكرار، وذهبوا إلى معنى اقتضاء العموم منه. وقال الآخرون: لا يوجبه، ويقع الخلاص منه والخروج من عهدته باستعماله مرة واحدة، لأنه إذا قيل له: أفعلت ما أمرت به؟ فقال: نعم، كان صادقا. وإلى هذا ذهب أكثر الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس في كتاب الحج أو كتاب المناسك. الإمام الخطابي رحمه الله، أو أبو داود، الإمام أبو داود السجستاني الذي شرح الإمام الخطابي كتابه في كتاب السنن في كتابه معالم السنن، الإمام أبو داود عقد له كتاب المناسك، وهو كتاب الحج، هو كتاب المناسك، يسمى كتاب المناسك وكتاب الحج أيضا. والمناسك جمع منسك أو منسك، بالكسر أو بالفتح، كلها ضبطت بالضبطين، منسك ومنسك. وهو التعبد، العبادة، لذلك يقال ناسك عابد، والنسك هو العبادة، النسك هو العبادة، ولكن خص بأعمال الحج، يعني اشتهر خصه في اصطلاح الشرع خص بأعمال الحج، فأصبحت علما على أعمال الحج، ويعني من الأركان والواجبات والسنن، فأصبح علما عليها، وإلا معناها العبادة. والنسيكة هي الذبيحة، النسيكة أنسك، ورد في الحديث: أنسك نسيكة، أي ذبيحة، تطلق على الذبيحة أيضا، لأنها مما يتعبد به الله عز وجل، إما في الأضحية وإما في العقيقة وإما في الهدي وإما في يعني كذلك الصدقة. فالنسيكة أيضا كذلك من نفس الاشتقاق، اشتقاق النسك والمناسك، أيضا لأنها عبادة، يتعبد بالله. فصل لربك وانحر، نحر الأضاحي أيضا من عبادة الله عز وجل. والحج، كتاب الحج هذا الذي ذكره العلامة صديق خان في، وكذلك غيره، يعني كتاب الحج في أبواب الفقه وفي كتب السنن وفي الاصطحاح وغيرها يعقدوا له كتاب الحج، ثم يذكرون أبوابا متتابعة في كل باب
جملة من الأحاديث، وذكرت أو ذكرنا فيما سبق أن أبا داود رحمه الله يذكر في الحديث في الباب غالبا يعني ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث، وأما الشارح الإمام الخطابي رحمه الله فإنه لا يشرح كل حديث، يعني يأتي إلى الباب الذي عقده أبو داود رحمه الله فلا يشرح كل الأحاديث، إنما يشرح ما يرى أنه بحاجة إلى الشرح لما فيه إما من يعني إشكال يرفعه أو غريب لفظ غريب فيوضحه أو حكم يبينه. لذلك يقول وفيه من الفقه، يقول يعني في هذا الحديث فيه من الفقه كذا وكذا، يذكر هذا الحديث يعني يكون تركيزه على هذه الجوانب، إما شرح الغريب غريب الحديث أو دفع الإشكال إذا في تعارض، إذا حصل تعارض بين هذا الحديث وبين غيره، أو يعني الفائدة الأخيرة أو القضية الأخيرة وهي فقه الحديث وفيه من الفقه كذا وكذا. وهذا يعني يبين عناية أهل الحديث بفقه الحديث، يعني ما صنعه الشارح الإمام الخطابي رحمه الله وغيره من الشراح، وقلنا أن هذا من أوائل من شرح سنن أبي داود ومن أوائل من شرح صحيح البخاري كذلك، إن لم يكن أولهم فهو من أوائل من شرحه، يأتون بالفقه، يأتون بفقه الحديث ليس فقط مجرد الأسانيد، وإن كانت هذه أساس وأمر لا بد منه ليبتني المكلف أو القارئ أو السامع للحديث يبتني على معناه الأحكام التي يتعبد الله عز وجل بها. فهذا بيان الحكم وبيان درجة الحديث، هذه مهمة أساسية، لكن مع ذلك يضاف إليه ما فيه من الفقه، وهذا عنوا به عناية عظيمة في كتب شروح الحديث، سواء كانت شروح الكتب الستة، منها شروح الصحيحين وشروح السنن الأربعة، أو شروح الكتب الأخرى مثل يعني شروح الكتب التي فيها التي تسمى كتب المجاميع، مثل مشكات المصابيح للخطيب التبريزي الذي شرح في كتاب المرقاة شرح المشكات، إلى غير ذلك من الكتب التي عنيت ببيان فقه الحديث. فتقدم المهمة، سمعتم ما قاله العلامة صديق خان في كتابه نيل المرام، وبين في شرحه لهذه الآية، لأنه يتكلم على آيات الأحكام، لأنه هو في التفسير لكن في نوع مخصوص من التفسير، يتكلم على نوع مخصوص من التفسير وهو آيات الأحكام، الآيات التي وردت فيها أحكام، يعني ليس كل التفسير ما يفسر كل الآيات، ولكن الآيات التي فيها الأحكام، وهذا باب من أبواب التأليف في تفسير كتاب الله عز وجل، أن يأتوا إلى موضوع معين فيتكلموا فيه، فهذا موضوعه آيات الأحكام. هنا يتكلم على هذه الآية، يتكلم رحمه الله على هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فبين رحمه الله أن يعني مبتدئا بشرح الغريب أو ألفاظ الغريبة في الآية، يعني التي تحتاج إلى بيان، فبين معنى الصفا. الصفا قال بأنه الحجارة الملساء أو الملس، ويعني هذا معناها الأصل في معناها من ناحية اللغة، ويكونها جمع أو مفرد أيضا تكلم على ذلك، أنها صفا. الصفا هذا يعني جمع ومفرده صفات، أي الحجر أو الصخرة، لما يكون مفرد حجر يقول حجر أو صخرة ملساء، أو قيل أيضا كذلك أن الصفا هذا مفرد ليس جمعا بعكس القول الأول، أنه مفرد وجمعه صفي، جمعه صفي أو أصفاء، صفي
أو أصفاء، وعجب في أشعار استدل بها على هذا المعنى. لكن المقصود قال أن المقصود يعني في الاصطلاح، أن المقصود في الاصطلاح هو هذا الجبل المعروف، الجبل المعروف في مكة هنا في بلد الله الحرام الصفا، معروف عند الناس. هذا الذي جاءت به الآية أو الذي قصدته الآية، عنته الآية الصفا، هذا المقصود الجبل. والمروة قال إيش؟ المروة هي في اللغة أيضا أصلها الحجارة الصغيرة، حجارة صغيرة، وهذه واحدة مفرد، وجمعها مرو، جمعها مرو. وأيضا المقصود بها الجبل الذي يسعى الناس بينهما، المقصود به فيه في هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، المقصود به هذا الجبل أيضا الذي يسعى به الناس، بسعى بينه الناس أو يطوف الناس بهما، كما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يطوف بهما يسعى، زي الطواف الذي حول الكعبة، مثل الطواف الذي حول الكعبة، هذا طواف بين الصفا والمروة، لأنه يتردد بين الصفا والمروة، تردد مثل الطواف، يذهب إلى الصفا يصعد ثم يبتدي بالصفا ثم يذهب إلى المروة، فكأنه يطوف بين الجبلين. ولذا قال فلا جناح لأن يتطوف بهما، يتطوف بهما، هذا يفضي إلى القول بأن هذا التطوف نفى الله سبحانه وتعالى أن من تطوف بهما لا جناح عليه. الجناح الإثم، فلا جناح يعني مرفوع الإثم على من تطوف بهما. وكيف ذلك؟ هذا يتبين بمعرفة سبب نزول الآية، معرفة سبب نزول الآية. فقد أخرج البخاري ورحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك أن قاسم بن سليمان سأل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال أنس رضي الله عنهما كنا نعدهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا، يعني كانوا يسعوا بينهما في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكوا، تحرجوا أن يطوفوا، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من شعائر الله، الشعائر هي المعالم، شعائر الله معالمه ومتعبداته، الأماكن التي يتعبد فيها أو التي شرع فيها التعبد لعباده، والشعار العلامة، الشعيرة العلامة، منه قال كما سمعتم أشعر الهدي، يعني إيش؟ أعلمه، أشعر الهدي، أعلمه، جعل له علامة بأن يضرب فيه بحديدة ويجعل فيه علامة، حتى أنهم كانوا يعلقون النعل عليه للدلالة على أنه هدي، علامة يعني. فمن شعائر الله يعني من المعالم التي جعلها الله تعالى متعبدا، يتعبد الخلق فيها أو العباد فيها في هذه الأماكن، مثل الحرم ومثل الصفا والمروة ومثل منى وعرفة ومزدلفة وغيرها، هذه كلها من شعائر الله، المعالم التي تعبد الله والتي شرع الله تعالى لعباده التعبد فيها. فبين سبحانه أن الصفا والمروة من شعائر الله التي جعلها أو شرعها لعباده التعبد فيها، فرفع التحرج عن من كان يتحرج، لأن هذه الآية كما ورد في الحديث الآخر أيضا نزلت في الأنصار الذين كانوا يهلون لمنات الطاغية، منات وهو صنم كان بين مكة والمدينة في جهة البحر، بينه وبين المدينة 4 برد في مسافة، يعني في جهة البحر، فكانوا يتعبدون لهذا الصنم، فمن تعبد أو من عبد هذا الصنم منهم كان يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة،
لما جاء بالإسلام، لأنه ظنها مثل أو عدها مثل مناة، مثل مناة يعني طاغية أو الصنم الذي كانوا يتعبدونه الفئة من الأنصار. هذا فريق من الأنصار تحرج لما جاء الإسلام، تحرج عن أن يطوف من الطواف بين الصفا والمروة، لأنهم كما ذكر في سبب ذلك ما ذكره ابن جرير، ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن الشعبي، عن الإمام الشعبي عامر الشعبي، ذكر بإسناده عنه أن رجلا كان اسمه إساف، وامرأة كان اسمها نائلة، زنيا في الكعبة في الجاهلية، يعني أيام الجاهلية، زنيا في الكعبة، فمسخهم الله حجرين، فوضع على الصفا والمروة، وضع إساف على الصفا، ووضع نائلة على المروة، فكان أهل الجاهلية يتمسحون بهذين الصنمين. هذا ليس فيه حديث مرفوع، لكن ذكره الطبري رحمه الله نقلا عن الشعبي، والشعبي الإمام الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين، لم يذكر أو لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى إلى أحد الصحابة، لكن هذا ذكره في بيان العلة في تحرج طائفة من الأنصار عن الطواف أو التطوف بالصفا والمروة، خشوا أن يكون ذلك مثل عبادتهم أو مثل يعني تمسحهم بمناه وعبادتهم لمناه عند المشلل من قديد، الجبل الذي كانوا يعبدون عنده مناه، وهو بين مكة والمدينة في جهة البحر. والطائفة الأخرى من الأنصار كانت ليست كهذه، يعني هما طائفتان، طائفة تحرجت لأنه خشوا أن يكون من عمل الجاهلية، أننا نطوف بين الصفا والمروة، فهذا يشبه عملنا في مناة، فتحرجوا من ذلك وتوقفوا من السعي أو أن يطوفوا بهما. الطائفة الأخرى لم يكن هذا الأمر هو السبب في تحرج أو الامتناع، لم يكن السبب في امتناعهم عن السعي بين الصفا والمروة، لكن سبب آخر، قالوا بأن الله عز وجل ذكر الطواف بالبيت، أن الله تعالى ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالسعي، لم يذكر الطواف بالصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة الذي هو التطوف كما في نص الآية، لم يذكره، ذكر الطواف فقط، الطواف بالبيت، فلذلك ظنوا أو اعتقدوا بأن هذا التطوف بالصفا والمروة ليس مشروعا، وإنما الطواف بالبيت فقط، لأن هذا هو الذي ذكر الله عز وجل. فأنزل الله تعالى هذه الآية، كما قال أبو بكر بن الحارث بن هشام، ردا على الطائفتين، رفع الإشكال عند الطائفة الأخرى أو التحرج الذي كان عند الطائفة الأولى، وهي أنهم ظنوا أن هذا من مثل عمل الجاهلية فتحرجوا من ذلك، وهذا من 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 كمال تقواهم لله عز وجل ومراقبتهم له وخوفهم منه، أنهم خشوا أن يقعوا في بعد أن من الله عليهم بالإسلام واستنقذهم به من الكفر وضلالاته، أن يعودوا إلى 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 شيء من أفعاله أو مشابهة لشيء من أفعاله، فتوقفوا أو تحرجوا من ذلك. فرد الله عز وجل عليهم أو أزال إشكالهم، ورد على الطائفة الأخرى كذلك التي ظنت أن الطواف ما أن الله تعالى ما ذكر إلا الطواف بالبيت، فمعنى ذلك أنه لا يطاف إلا به، أما الصفا والمروة فلم يذكروا الله، فلذلك لم يكن مشروعا. فنزل قوله نزلت هذه الآية ردا على الطائفتين، أو رفعت الحرج عن الطائفتين من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والحج هو القصد، الحج في الأصل هو القصد، لكن مع تكرار القصد، مع التكرار، يعني ما هو مرة واحدة، مع التكرار يكون حجا. وأضاف إليه أيضا الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام من أئمة اللغة المعروف، أضاف إليه القصد أو تكرار القصد إلى معظم،
يعني ما هو فقط القصد أو تكرار القصد، لا، قصد متكرر إلى معظم، يعني إما شخص معظم وإما مكان معظم، هذا هو الحج. والحج في اللغة يعني هذا لغة. الدليل على ذلك أو مما يدل على هذا المعنى أو على صحة هذا المعنى الذي ذكره الخليل بن أحمد أنهم يذكرون لما يتكلموا أو يذكروا هذه الفائدة أو هذه القضية، وهي أن الحج هو القصد المكرر إلى معظم، يذكرون قول الشاعر ذكره الخطابي رحمه الله كما سمعتم هذا الشطر من البيت، وهو قوله إيش؟ فأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. هذا البيت هو للمخبل الشعري، للمخبل السعدي، واسمه هذا من 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 فحول الشعراء المخضرمين، يعني الذين أدركوا الجاهلية والإسلام وعمر طويلا ومات رحمه الله، قيل أنه عاش إلى خلافة عثمان، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه. واسمه كما ذكره ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء اسمه ربيعة بن مالك، لكن ابن حجر رحمه الله في الإصابة سماه الربيع بن ربيعة. ابن حجر ترجمه في الصحابة قال له صحبة، لكن سماه ربيع بن ربيعة، لكن المشهور بأنه ربيعة بن مالك، وهو المخبل السعدي. وقبل هذا البيت قال، يعني كتقدمة لهذا البيت، قال قبل هذا البيت: ألم تعلمي يا أم عمرة أنني تخاطأني ريب المنون لأكبرا، تخاطأني ريب المنون لأكبرا، ألم تعلمي يا أم عمرة أنني تخاطأني، أخطأتني ريب المنون. معنى ريب المنون ما هو؟ ريب المنون يعني قوارع الدهر، قوارع الدهر. يقول أخطأتني، هو هذا اعتقاده، يظن هذا أن ظنه هذا الحقيقة، أنه في الأغلب أنه قال ذلك في جاهليته. الغالب أن هذا اللي هو المخبل السعدي قال هذا في جاهليته، وإلا لا يخفى عليه أن قوارع الدهر إذا سلم الإنسان منها لم يسلمها لأنها هي أخطأته، بل لأن الله تعالى قدر له السلامة، قدر له السلامة من قوارع الدهر، فبقي دهرا طويلا سالما. يقول لأكبر، يعني بقيت حتى أكبر فأشهد، لذلك الشطر الثاني فأشهد الصحيح أنها أشهد، يعني لأكبر وأشهد، معطوفة على لأكبر، يعني بقيت لأكبر، أو أخطأتني ريب المنون. ريب المنون يقول لقوارع الدهر، والمنون هو الموت، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الطور نقلا عن المشركين في قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، شاعر نتربص به ريب المنون، يعني ننتظر به حتى يموت فنستريح منه، ننتظر به يعني يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت فنستريح فيه. فريب المنون، ريب المنون هي قوارع الدهر، والمنون هو الموت. فهو يقول أنني قوارع الدهر هذه وفواجعه تخاطأتني، أخطأتني فسلمت فبقيت حتى أكبر، يعني ما أموت مبكرا لكن أكبر، حتى أشهد من عوف، هذه القبيلة هذا الشاهد، فأشهد من عوف حلولا كثيرة، حلولا يعني جمع حال، وهي المقصود أحياء العرب، أحياء العرب، فأشهد من عوف حلولا كثيرة، أحياء مجتمعة، فأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون، هذا موضع الشاهد، يحجون سب الزبرقان المزعفرة. الأحياء العرب المجتمعين هذول يحجون، يقصدون باستمرار، يقصدون الشخص هذا اللي هو الزبرقان، الذي هو الزبرقان ببدر، لأنه كان من سادات العرب وأشرافهم، كان سيدا شريفا في قومه، فكان أحياء العرب هذه المجتمعة الذي قال حلولا حالين، يعني أحياء العرب هذه كانت تقصد الزبرقان ابن بدر. الزبرقان ببدر هذا لقبه واسمه الحسين بن بدر
الحسين بن بدر التميمي بن بني تميم، وهذا من شعراء الصحابة، لأنه أدرك الإسلام وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 عام الوفود، قدم في مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، قدم مع قومه بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم وأسلم قومه معه، وكان شاعرا مجيدا وشريفا ممجدا، شريفا ممجدا مقدما في قومه يقصدونه، لذلك قال يحجون سب العمامة عمامة الزبرقان المزعفرة الذي مصبوغ الملون بالزعفران، وكان مشهورا معروف عند سادات العرب وأشرافهم أنهم يصبغون عمائمهم بالزعفران، يصبغون عمائمهم بالزعفران، وهذا كان من سادات العرب وأشرافهم، فكان يقصدونه ليلتمسون، لأنه كان شريفا معظما سيدا من ساداتهم، فلذلك قال يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يكثرون الترداد عليه، وهذا موضع الشاهد أن الحج كثرة الترداد، كثرة التوراد إلى معظم، والمعظم هذا في هذا البيت عنده هو الزبرقان بن بدر، والزبرقان لقب له، وقلنا اسمه الحسين، واسمه الحسين بن بدر السعدي التميمي، كان شريفا معظما، كنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، فأسلم معه قومه بنو تميم، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقات قومه، يعني جعله متوليا صدقات بني تميم يتولاه، فوليها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأبي بكر بعده، ثم لعثمان، وعمر طويلا، قيل أنه بقي إلى عهد معاوية، المهم أنه كان يعني فيه من الفضائل والشرف، والزبرقان قلنا لقب له، وهو اسم من أسماء القمر، الزبرقان الأصل فيه أنه اسم من أسماء القمر، وأطلق عليه على هذا الرجل الشاعر من شعراء الصحابة، هذا كان من شعراء الصحابة كما عرفتم، أطلق عليه قالوا لجماله وحسنه، أطلق عليه الزبرقان هذا اللقب لجماله وحسنه، وكان كما عرفتم أنه يلبس العمامة المزعفرة المطلية بالزعفران الملونة بلون الزعفران على عادة أشراف العرب وساداتهم، كانوا يصنعون ذلك، كان معروفا عنهم هذا أنهم يصنعون العمائم المزعفرة. فالشاهد في البيت هو قوله يحجون يكثرون الترداد على هذا الرجل الشريف المعظم، يلتمسون البره وعطاءه لأنه كان شريفا فيهم كما سمعتم. فإذا يعني القصد من الاستدلال بهذا البيت الدلالة على أن معنى الحج هو قصد مع تكرار، قصد لمعظم مع تكرار، فتعظيم الحاج يعظم بقصده للبيت الحرام، يعظم شعائر الله ويعظم بيته وحرمه، فكان يعني من هذا الباب أصبح معنى الحج بهذا. العمرة هي زيارة، من اعتمر، فمن حج البيت أو اعتمر، العمرة في اللغة الزيارة، العمرة في الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت الحرام لفعل مخصوص أو بأفعال مخصوصة، أما الحج فهو قصد مكة في الاصطلاح، حج في الاصطلاح قصد مكة بفعل مخصوص أيضا في زمن مخصوص، هذا في الشعر. وهو الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا،
وكذلك قوله تعالى وأتموا الحجة وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان أو الصوم، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه كلها في القرآن. وقوله تعالى أيضا وأتموا الحج والعمرة لله، وفي السنة هذا الحديث. والحديث الآخر كذلك الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذا كذلك دليل على من السنة على وجوبه وركنيته، أنه ركن من أركان الحج، أنه ركن من أركان الحج باتفاق المذاهب، باتفاق المذاهب واتفاق الأئمة واتفاق العلماء أنه ركن من أركان الحج. وأما الإجماع على أن الحج ركن أو أنه واجب، فقد أجمعت الأمة على أن الحج واجب على المكلف مرة في العمر. نقل هذا الإجماع جماعة من العلماء، منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني، ومنهم النووي، ومنهم الحافظ ابن حجر، وغيرهم كثير، وابن المنذر وغيرهم، نقلوا إجماع الأمة. وهذا معلوم أن الأمة مجمعة، أن الأمة مجمعة على أن الحج واجب على المسلم مرة في العمر. وأما العمرة فاختلف فيها، قلنا أنها اللي هي القصد أو زيارة البيت الحرام بفعل مخصوص في زمن مخصوص. العمرة اختلف فيها هل هي واجبة كالحج أو أنها مستحبة أو مندوبة. فالذي عليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله على أنها واجبة، الذي في مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنها العمرة واجبة كالحج كذلك، لأن الله قرن بينهما في قوله وأتم الحج والعمرة لله، في حج أتم الحج والعمرة لله. ولما ورد في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور. الحج والمبرور في هذا لفظ الصحيح، وفي لفظ ابن ماجه الحج والعمرة أجمل الحج، لكن أجمل الحج أجمل الجهاد وأحسنه الحج والعمرة، أو الحج المبرور والعمرة، كما زاد غير البخاري رحمه الله زاد العمرة. وأيضا كذلك لما سأل رجل في الحديث الصحيح كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أباه أدركته فريضة الحج، يعني لا يستطيع الركوب على الدابة، لا يستطيع الركوب على الدابة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فهذا مما استدل به كذلك على وجوب الحج وجوب العمرة كالحج. ولذلك قال الناظم رحمه الله: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. هذه الشروط الخمسة التي سيتكلم عليها سأتي الكلام عليه إن شاء الله. المهم في قوله الحج والعمرة واجبان، وهذا عليه مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمه الله. وفي مذهب أبي حنيفة ومالك رحمه الله بالنسبة للعمرة أن العمرة ليست واجبة، في مذهب أبي حنيفة ومالك رحمه الله على أنها ليست بواجبة، العمرة ليست بواجبة، ولكنها سنة مستحبة،
فهذا يعني هذا ما يتعلق بحكم العمرة بالنسبة للوجوب وعدمه. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على ما يتعلق بأن الحج هل كان على الأمم التي من قبلنا أو أنه خاص بهذه الأمة المحمدية. هذا الموضوع تكلم عليه العلماء وبينوا أن يعني ذهبوا فيه إلى مذهبين أو ذهبوا فيه مذهبين. فالمذهب الأول أنه ليس خاصا بالأمة المحمدية بل كان موجودا في الأمم السابقة، وأنه لحديث جاء في حديث ما من نبي إلا وحج البيت، وصححه بعض الأئمة ورجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الحج كان من الشرائع القديمة، كان مما قبلنا، كان في من قبلها وذكر هذا الحديث. والقول الثاني أنه خاص بهذه الأمة المحمدية لكمالها، أنها بالنسبة للأمم أكمل من الأمم الأخرى وتميزت عليها بميزات كثيرة، ومن ذلك اختصاصها بالحج، اختصاصها بالحج. وقالوا بأن كون الأنبياء أنه ما من نبي إلا حج، هذا لا يدل على أن الحج كان موجودا في الأمم السابقة، بل يدل على مشروعية الحج للأنبياء، مشروعية الحج للأنبياء، ومن غير المستبعد أن يكون مشروعا في حقهم هم في الأنبياء دون أممهم، من غير المستبعد. قالوا أنه من غير المستبعد أن يكون مشروعا في حق الأنبياء دون أممهم. والكلام في الأمم، الكلام أنه هل كان مشروعا في الأمم السابقة ولا. أما الأنبياء يحتمل أن هذا من الخصوصية، أنه من خصوصية الأنبياء، أنه شرع في حق الأنبياء، هكذا قالوا. ولكن الذي رجحه كثير من العلماء مثل الحافظ ابن حجر وغيره أنه كان أيضا مشروعا في الأمم السابقة، لأنه ما من نبي إلا حج البيت، فلذلك كان مشروعا للأمم السابقة أيضا. وبقي كذلك الكلام على الحديث الذي ذكره أبو داود رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب المناسك، وهو حديث سفيان الذي رواه من طريق سفيان ابن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة. الحج هل هو يعني السؤال الحج أفي كل سنة أو مرة واحدة؟ هذا لفظ أبي داود رحمه الله. فقال بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع. وهذا الحديث رواه كذلك الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وفيها في الإسناد كما هو يعني معلوم أو سمعتم فيه سفيان ابن حسين، سفيان ابن حسين عن الزهري. وسفيان ابن حسين الواسطي الزهري هذا يعني تكلم فيه الإمام ابن معين من حيث روايته في الزهري، من حيث روايته عن الزهري رحمه الله، فقال بأنه صالح أو ثقة الحديث، إلا في روايته عن الزهري فإنه لم يضبط صحيفة الزهري، وكان يضطرب فيها. فالإنصاف فيه كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله أننا يعني نتوقف أو لا نأخذ بما رواه عن الزهري ونحتج بروايته عن غيره. فهذا الحديث من روايته عن الزهري، هذا الحديث الذي عندنا من روايته عن الزهري، لكنه مع ذلك قد روي من غير طريق سفيان بن حسين عن الزهري، رواه جماعة من الثقات عن الزهري كذلك، منهم عقيل ابن خالد، ومنهم سليمان ابن كثير وعبد الجليل، كما بين بعض ذلك في السنن هنا. فإذا لم يتفرد به، فزال بذلك الضعف الذي يخشى أو الضعف اليسير، ولذلك أصبح صحيحا لغيره، وصححه جمع من الأئمة باعتبار متابعاته، هذه المتابعات
التي وردت له، وهم جماعة الجماعة الذين تابعوا سفيان ابن حسين في الرواية عن الزهري. فما تفرد به، لو أنه تفرد به لكان أصبح الحديث ضعيفا، لكن لما تابعه على روايته جماعة من الثقات من أصحاب الإمام الزهري أيضا، فزال الخشية انجبر هذا الضعف اليسير من جهة سفيان بن حسين، لأنه ليس ما هو الطعن فيه من حيث أنه ثقة أو ما هو ثقة، لا، من حيث الرواية فقط في موضوع روايته عن الزهري. الصحيفة التي كان يرويها عن الزهري لم يضبطها، كان فيها اضطراب في روايته عن الزهري، قال لأنه أخذها عنه في الموسم. ابن معين قال أن أخذ أن 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 سفيان بن حسين أخذ الرواية هذه أو صحيفة الزهري أخذها في الموسم، يعني لم يكن في مجال أن يضبط هذه الصحيفة ويتحرى فيها ويقرأها، موسم يعني زحام وضع ما في فرصة أنه يضبط، فأخذها فكان يضطرب فيرويها فيحصل فيها اضطراب في روايته عنها، ولذلك توقفوا في روايته عن الزهري، لكنهم قبلوا روايته في غير الزهري. لما يروي عن غير الزهري روايته مقبولة، لأنه ثقة في نفسه، هو ثقة في نفسه وليس مطعونا، ليس مطعونا في 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 عدالته ولا في كونه ثقة، لكن في فقط في جانب روايته عن الزهري. وأيضا هذا الحديث له شاهد، الشاهد هو الحديث الذي يأتي من طريق صحابي آخر، لما يأتي الحديث من رواية صحابي آخر يسمى شاهدا. هنا حديث ابن عباس هذا عندنا له شاهد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، ما سماه، فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعاد الرجل السؤال ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني الحج يجب في كل عام ولا فقط مرة واحدة؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعاد السؤال ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ومعنى ذلك إيش؟ أنه الحديث هذا الذي في الصحيح يفسره أو يبينه هذا الحديث الذي عندنا في السنن، أن الحج إيش؟ مرة واحدة، إن صريحنا أنها مرة واحدة، وأن ما زاد فتطوع، اللي يزيد الذي يزيد على المرة فإن الزيادة هذه تطوع، لكن الواجب مرة واحدة، الواجب فمن زاد فهو تطوع. لذلك قال: فمن تطوع خيرا فهو شاكر له. فمن تطوع خيرا، هذا فسرت بأنه من تطوع يعني أنه زاد شوطا ثامنا أو تاسعا، قيل هذا لكن هذا ضعيف، والصحيح أن من تطوع يعني أتى بحج وعمرة تطوع، ليست الفريضة، أتى بالفريضة لكنه زاد على هذا فتطوع بالعمرة، لأن نعم هو الحج لا يجب إلا مرة واحدة، لكنه ورد الأمر أو الحث أو الندب على تكراره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. فالمتابعة كذلك يعني دلالة على إيش؟ على التكرار، على التكرار والتكرار للمتطوع أو لمن أراد التطوع. وأما من حيث الوجوب فإنه كما سمعتم إنما يجب مرة واحدة فقط للمستطيع، يعني نتكلم بعد ذلك على الاستطاعة وشروط الحج أو شروط وجوب الحج وشروط أدائه، من شرح شروط الوجوب والأداء والصحة، كل هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مقام آخر أو في لقاء لاحق. فهذا الحديث ذكر الخطابي رحمه الله كذلك على أنه استدل به على موضوع أو مسألة أصولية، وهي أن الأمر المطلق، الأمر في الشرع لما يأتي هل يدل على التكرار، يتكرر يعني يمتثل عدة مرات، أو يكفي مرة واحدة؟ إذا أمر الشارع بأمر هل يقتضي الأمر
التكرار أم أنه فقط يحصل بمرة واحدة؟ هذه مسألة يبحثها علماء أصول الفقه، وفيها قولان معروفان مشهوران لعلماء الأصول. القول الأول وهو عليه أكثر العلماء، عليه أكثر العلماء، وأن الأمر بصيغته، الأمر لا بصيغته لا يقتضي التكرار، الأمر بصيغته لا يقتضي التكرار. يعني إذا جاء أمر في الشرع فقط يدل على وجوب فعل هذا الأمر، وهذا الفعل يحصل بمرة واحدة. لما كان الامتثال للأمر، لما يأمر الله تعالى وأنت تريد أن تمتثل، امتثالك هذا لما كان لا يكون امتثالا إلا بفعلك هذا الأمر مرة واحدة، فأصبح هذا المرة هذه أصبحت من لوازمه. يعني كون تفعل هذا الأمر مرة واحدة ليس لأن الأمر يقتضي التكرار، ولكن لأنه إنما يحصل الامتثال بهذه المرة، إنما يحصل الامتثال بهذه المرة. لأنك إذا قلت لأحد أفعلت ما أمرت به وهو قد فعله مرة واحدة وقال نعم، كان إيش صادقا، أفعلت ما أمرتك به، قلت لك اذهب فأتني بشيء معين، أفعلت ما أمرت به، فإذا قال نعم وهو أعماله بار وهو فعله مرة واحدة كان صادقا. فإذا الأمر من حيث صيغته لا يقتضي التكرار، وإنما يحصل لأنه الامتثال يحصل بفعله بمرة واحدة. والقول الثاني قال بعض العلماء أنه يقتضي التكرار بشرط الأمر الشرعي، كلامة الأمور الشرعية، طبعا التكاليف الشرعية، الأمر قالوا يقتضي الأمر الشرعي يقتضي التكرار إن بشرطين، أو إن ارتبط بشرط، إن ارتبط بشرط أو قيد بصفة، الشرط الثاني أو التعليل الارتباط الثاني. إذا ارتبط الأمر بشرط مثل إيش؟ مثل وإن قول مثل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالطهارة هنا مرتبطة بشرط وهي إيش؟ الجنابة. فمعنى ذلك كل ما حصلت الجنابة اطهروا، هذا معنى تكرار، كل ما حصلت الجنابة اطهروا. قال هذا يدل على التكرار، لكنه لأنه إيش؟ ارتبط بشرط. وإن كنتم، هذا شرط، إن كنتم جنبا فاتطهروا، ارتبط بشرط، أو قيد بصفة، إذا الأمر الشرعي قيد بصفة كذلك اقتضى التكرار. مثل إيش؟ مثل قوله تعالى والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والزاني والزانية والزاني والزانية والزانية والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزاني والزاني فاجلدوا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمعنى هذا الصفة هنا صفة الزنا، الزاني فاعل متصف بالزنا، والفعل هنا أو الصفة هي فعل، هذه الصفة وهي صفة الزنا، ارتبط الأمر بالصفة وهي صفة الزنا. فمعنى ذلك أنه إيش؟ كلما زنى وجب عليه الجلد، كلما زنى وجب عليه الجلد، تكرار في تكرار. فمعنى هنا أن الأمر يكون للتكرار في حالة تقييده بصفة. وكذلك أيضا قوله أيضا أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس قيل هو غروبها وقيل زوالها، والذي عليه الإمام ابن جرير ورجحه هو أن المقصود زوال الشمس، دلوك الشمس زوالها. فهذه أيضا إيش؟ صفة أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إذا حصل وقت الدلوك هذا الزوال أقم الصلاة، فأيضا صفة. ارتبط الأمر هنا، ارتبط الأمر بصفة، يعني ارتبط في صفة فأصبح متكررا، أصبح متكرر يعني. فقالوا إذن الأمر لا يقتضي التكرار مطلقا في كل الأحوال، لكن في حالتين، إذا ارتبط بشرط أو كان قيد بصفة. لكن يرد على هذا، قلنا أن الأكثرين أكثر العلماء على أن الأمر لا يقتضي التكرار بحسب صيغته، يرد على هذا بأن يقال إيش؟ قال أن التكرار هنا في هاتين الحالتين ليس لأنه مرتبط بشرط،
ليس لأنه مرتبط بشرط، الأمر مرتبط بشرط، ولا لأنه قيد بصفة، لكنه لأن الأمر، لأن الحكم فيه ارتبط بسبب متكرر. الحكم هنا، الحكم ما هو؟ الحكم الجلد، ارتبط بسبب متكرر اللي هو الزنا، كرر الزنا، ارتبط بسبب بصفة اللي هي الزنا، ارتبط بشرط وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا الشرط. فالحكم ارتبط، يعني سبب التكرار ليس لأنه ارتبط بشرط ولا قيد بصفة، ولكن لأن الحكم فيه ارتبط ارتبط بسبب الحكم فيه ارتبط بسبب متكرر، السبب تكرر فالحكم تكرر، هذا هو سبب التكرار، وليس سبب التكرار أنه يعني كما قال الفريق الثاني بأنه إذا تعلق بشرط فمعنى الأمر يقتضي التكرار، إذا قيد بصفة لا، سبب التكرار هنا ليس هذا، لكن سببه لأنه الحكم السبب تكرر فتكرر الحكم، سبب تكرر اللي هو الجنابة فجاء الحكم التطهر، سبب تكرر الزنا فجاء الحكم الجلد، وليس لأجل الصيغة، ليس لأن صيغة الأمر تقتضي التكرار، ما هو لأجل الصيغة، لكن لأن الحكم في هذا الأمر ارتبط بسبب متكرر، فلما ارتبط الحكم بسبب متكرر من الطبيعي لأنه تتكرر الحكم تبعا لذلك، لكن ليس لأن صيغته تدل على التكرار، صيغته مجردة مطلقة لما تأتي مطلقة لا تدل على التكرار عند أكثر العلماء، وإنما يقع الامتثال بمرة واحدة، ولهذا يعني لما يستدلوا على هذه المسألة في قولهم أن الأمر الشرعي هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، يأتي هذا الحديث أو بحث هذه المسألة تحت هذا الحديث، لأن فيه سؤال ألقى أقرع بن حابس للنبي صلى الله عليه وسلم الحج هل في كل سنة، لأنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج تبادر إلى ذهن الأقرع بن حابس وغيره، وتبادر إلى ذهن أنه الحج هل نحج كل سنة، هو الأمر الآن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هل يقتضي أن نكرر الحج كل سنة ولا فقط يكفي الحج لسنة واحدة، فبين صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما هو مرة واحدة، الوجوب يعني الوجوب وكونه ركنا مرة واحدة، وأما ما زاد على ذلك فهو تطوع، فمن تطوع خيرا فإن الله فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أن الله تعالى يعني يشكر لهذا المتطوع ويثيبه عليه بأكثر مما فعل، وعليم بما يستحقه من ثواب فيجزل له المثوبة. هذا وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى، فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين، وأن يرزقنا وإياهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.